اهلا وسهلا بكم من اليوم السابع. نستكمل معاكم القضية الشهيرة وهي قضية الشيخ زايد اللي راح ضحيتها 4 طلاب في عمر الظهور، وكان المتسبب في الحادث او المتهم الرئيسي هو النجل احد رجال الاعمال. احنا النهاردة في اليوم السابع حصلنا على معلومات وعلى تفاصيل واسرار جديدة ومفاجآت في القضية حصريا لليوم السابع، وما قاله المتهم في القضية سواء قبل ارتكاب الحادث او اثناء الحادث وما بعد الحادث. كل هذه المعلومات كانت حصرية لنا في اليوم السابع. المتهم هو يتم التحقيق معاه، شرح كل هذه الامور ببساطة. سألوه انت كنت جاي من فين؟ قال انا كنت سهران مع مجموعة من اصحابي ليلة الحادث، ورجعت وانا وراجع بالليل فوجئت في عربية في وشي، معرفتش اسيطر على الفرامل، خبطت فيها. سألوه انت كنت ماشي على سرعة مرتفعة جدا، هذه السرعة ربما تجاوزت 180. قال انا فقدت الوعي بعد ارتكاب الحادث مباشرة، وما كنتش في وعي وما عرفش انا كنت ماشي على سرعة كام. سألوه احنا لقينا في عربيتك مجموعة من الحاجات، لقينا تليفون وقطرة عين ونظارة وبعض المتعلقات الشخصية وازازة خمرة لونها اخضر مكسورة. قال كل اللي كان موجود في العربية بالفعل هو تبعي ما عدا ازازة الخمرة، كله تبعي بس الخمرة دي مش بتاعتي. سألوه يعني انت حتى لما نزلت من الحادث يعني كان ريحة الخمرة طالعة من فمك وكان الناس شمت ريحة الخمرة؟ قال لهم لا انا ما بشربش خمرة من الاساس ومش بتعاطى خمرة وان الخمرة دي مش بتاعتي. وده طبعا اللي نفاه واكد ضده التقارير الطبية او تقارير الطب الشرعي تحديدا اللي اخذت عينة من دم وبول المتهم، وبالفعل تم او تأكد انه بيتعاطى للخمور المسكرات، وكمان مش خمور بس، من خلال العينة كشفت انه بيتعاطى احد المخدرات وهي الكوكايين تحديدا، وده اللي اكده وجزم به الطب الشرعي. سألوه اسئلة كتيرة متعلقة بفكرة طيب انت بعد ما ارتكبت الحادث ايه اللي حصل؟ قال لهم انا بعد ما الحادث حصل واصطدمت بقوة انا ما كنت في غير وعي ومشيت، حد جخدني لقيت ناس في المستشفى. سألوه قالوا ان يعني شهود العيان قالوا ان في واحدة ست جات، او انت نزلت من العربية واتصلت بحد، بعد ما اتصلت بعدها بوقت جات ست، بعدها جات حد ساعدك وخدوك ومشيت من مكان الحادث. نفى هذا الكلام وقال انا زي ما قلت لحضراتكم ان انا فقدت الوعي وما كنتش في وعي ومش عارف اي حاجة، وكل الكلام اللي حصل ده انا معرفش عنه اي حاجة. على عكس هذا الكلام شهود العيان بقى أكدوا كل هذه الروايات. أحد شهود العيان أكد إنه العربية كانت جاية يعني بسرعة كبيرة وعند الدوران اصطدمت في عربية المجنى عليهم، ونتيجة الاصطدام بهذه القوة العربية اتقلبت مش مرة واحدة، اتقلبت كذا مرة لدرجة إن العربية اتقلبت على مسافة 100 متر. تخيل إن العربية فضلت تتقلب لمئة متر، وده اللي أدى إلى وفاة الأربعة. والتقرير الطبي بيثبت ده كويس، لما تم نقل الاربع ضحايا الى مستشفى الشيخ زايد التقرير الطبي جاء في معظمهم بيقول ان اصيبوا بكسر في الجمجمه ونزيف داخلي، وده اللي ادى الى الوفاه سريعا نتيجه سرعه العربيه المتهم وقوه الارتضام اللي ادى الى وفاه المتهمين. طبعا سالوه عن مجموعه من الاسئله، طب انت بعد كده عملت ايه؟ انا كنت فاقد الوعي. طب انت ما حسيتش بيه؟ قال لك لا انا فوجئت بالعربيه وما اتحكمتش في نفسي وانا ما اعرفش، وبعد كده انا فوجئت وجودي في المستشفى وانا لا اتعاطى الخمور ولا المسكرات ولا. نفى كل هذا الكلام، لكن اقوال شهود العيان خاصه احد المواطنين اللي كان مثبت كاميرا مراقبه قريبه من مكان الحادث واللي وثقت هذه الجريمه وكانت بمثابه اداه قويه لادانه هذا المتهم، ان هذا الشاهد قال ان الساعة 1:44 تحديدا انا سمعت صوت قوي جدا، صوت ارتضام قوي، بعد كده بصيت على الكاميرا بتاعتي ففوجئت رجعت الكاميرا ان الساعة 1:44 حصل حادث، ان في عربية كانت جاية مسرعة بقوة، طبعا الارقام بتاعتها ظاهرة والنوع العربية ظاهر، اصطدمت بقوة شديدة في عربية تانية وتم الارتضام والعربية اتقلبت كذا مرة، وفقا لما سرده باقي شهود العيان وما سرده رجال الامن. كل هذه الروايات اتحدت ضد رواية
المتهم اللي كان بيحاول دايما انه ينفي ويقول ما حصلش، واغلب ردوده على اسئله المحققين معاه ما حصلش، انا كنت فاقد الوعي، ما اعرفش، ما حصلش، ما اعرفش، ظنا منه انه بهذه الاجابات ربما يفلت من العقوبه او ربما يفلت من المساءله القانونيه. لكن اقوال شهود العيان جت عكس تماما اقوال هذا المتهم، بالاضافه الى التقارير الطبيه اثبتت عكس ما قالوا، اثبتت تعاطيه للخمر والمواد المخدره، وربما يكون ذلك تسبب في هذا الحادث بهذه الكيفيه اللي اثرت للاسف عن مصرع اربع شباب في عمر الظهور. واحنا ان شاء الله باذن الله مكملين مع حضراتكم التحقيقات اول باول وما تسر عنه والمفاجآت، كل ما ستسر عنه التحقيقات ونصوصها والمفاجآت اللي بتحصل في التحقيقات هيكون حصري، زي ما احنا يعني قلنا لحضراتكم ما جرى حصريا ونصا داخل التحقيقات مع هذا المتهم، هيكون ده ان شاء الله باذن الله محل بس واطلاع لحضراتكم باول باول باذن الله. وان شاء الله متابعين معاكم في لايفات جديده من اليوم.